عندي بحكي ما قلت ساعة عندي 3 سنين ولا أكثر ما وقفتش على ركحهم تاع محمد جاموسي دونك بالنسبة لي أنا حاجة من وراء الأقل حاجة من وراء الخيال بالحق نشكركم العبيد كل اللي جيتونا نشكركم برشا 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 حاجة كي هذه تسر القلب برشا وبالحق ديما نلوجوا انه صفاقس ننضوا بها في القطاع هذايا وماذا بينا باكثر عروض ماذا بينا باكثر تظاهرات خلي الشباب يشيخ خلينا احنا ديجا نتفرهدوا اكثر ونعزفوا الموسيقى اللي نحبوها ونبارتاجيو لي زيموسيون تاعنا مع العباد الكل Thank you.
احنا فامي وصحاب اكثر قبل ما نكونوا اصلا دي ميوزيسيان ودي بروفيسيونيل. العشره هذه راهي من قبل ملي احنا صغار مع بعضنا. الجروب هذه تعملت بالحق كلينا ما ملح مع بعضنا، خرجنا لبرا في تظاهرات برا تونس مع بعضنا لهنا، دونك ديما تقعد فما كيلارموني بين لي مومبر. وماذا بينا التظاهرات هذم يكثروا اكثر باش كل انسان يقى حظه. تو احنا قينا حظنا، ان شاء الله مره جايه عباد اخرين ياخذوا حظهم، وعلاش لا نعملوا تظاهرات بور لي زاماتور، نعملوا تظاهرات للي غرون كاليبر. نشكرهم على الاخر، وماذا بيا انهم يزيدوا اكثر من التظاهرات هذوما، خاطر راهو صفاقس راهي منبع الفنانين. حبينا ولكرهنا راهي صفاقس منبع الفنانين. Thank you.